في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظمت وزارة الداخلية زيارة لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لمتحف الحضارات. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب، لما بلدنا ادتنا الحب. في إطار مواصلة الملتقيات التي تنظمها وزارة الداخلية لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لترسيخ روح الولاء والانتماء لديهم وخلق جيل جديد واعي بقدرات وإنجازات وطنه، استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية مجموعة من هؤلاء الشباب من قاطني مناطق معن وأهالينا والأسمرات بالقاهرة وبشاير الخير بالإسكندرية لمشاهدة مقتنياته التي تؤرخ للحضارة المصرية عبر العصور. لما تشوف أبطال حلفين يحمو ابنه اليوم الدين، وليك يا مصر رفض الدين لأجل بلدنا ما تتقهر. يشاهد الشباب بكل فخر هذه الحضارة الممتدة بجذورها في أعماق التاريخ بعد أن أتاحت لهم وزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية هذه الفرصة وغيرها ليتعرفوا على حضارتهم التي يستمد منها المصريون القوة لمزيد من الإنجازات والمشروعات الممتدة بطول البلاد وعرضها لبناء الجمهورية الجديدة. الزيارات اللي وزارة الداخلية بتعملها لنا غيرت فينا حاجات كتير قوي، ويعني نورت عقلنا ان احنا ما كناش نعرف الحاجات دي، وبصراحة يعني اتعلمنا حاجات وشفنا حاجات احنا ما نتوقعهاش. بشكر سيادة الرئيس على الحاجات اللي هو بيعملها لنا، وبنشكر وزارة الداخلية عشان عرفتنا على تاريخ بلدنا، وده بيعلمنا الانتماء للبلد. بعد جولات قام بها الشباب بين قاعات المتحف، شاهدوا عرضا مسرحيا حول حياة الملكة حتشبسوت، وهو عرض يؤكد على قيم البناء والسلام والانتماء للوطن. المبادئ الأساسية حق وعدل وخير وجمال وأهم شيء الحياة الإنسان. احنا بنوصل للطفل المصري مسج ان هو لازم يعرف حضارته، يعرف مين حتشبسوت، انجازاتها كانت ايه، وكانت هي من اهم انجازاتها السلام. كما تم توزيع هدايا تذكارية على الشباب. جيل جديد وشمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفيها النصر. بنشكر وزارة الداخلية على التنظيم، وطبعا بنشكر الرئيس على المبادرات الهامة اللي بيعملها لاحتواء الأطفال والشباب من مختلف الفئات. مبادرة كلنا واحد من أهم المبادرات اللي جت المتحف القومي للحضارة المصرية، وإحنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لهذه المبادرات، مثل هذه المبادرات اللي بتأصل أصول الدعم والانتماء عند الشباب. مبادرة كلنا واحد جيل جديد هي مبادرة تهدف من ورائها وزارة الداخلية إلى التواصل مع أهالي المناطق الحضارية الجديدة بخاصة الشباب لتعريفهم بحضارة وطنهم والإنجازات والمشروعات التنموية التي تحدث على أرض الوطن، وهو ما يرسخ لديهم روح الانتماء والولاء لهذا الوطن ويفجر لديهم طاقات البناء نحو مزيد من الإنجازات. فرحانة إن سيادة الرئيس مهتم بينا، مش مهتم بينا احنا بس، مهتم بأمهاتنا وبالجيل الجديد اللي طالع وبالشباب اللي طالعة جديدة. وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو ودانا اماكن ما كناش نعرفها، وتعلمنا النهارده حاجات كتير قوي. على طول مفرحنا، وشكرا يا ريس. تحيا مصر. اهتمام كبير تليه وزارة الداخلية لأهالي المناطق الحضارية الجديدة من خلال مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية، والتي ساهمت في ترسيخ انتمائهم لبلدهم بتعريفهم بأماكن جديدة لم يكن يعرفونها والاحتفاء بهم في كافة المناسبات. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.